مثلث برمودا البحر الأحمر وتايتانيك البحر الأحمر. أهلا بيكم معانا في فيديو أبو النحاس. أبو النحاس منطقة مشهورة بحالة من الغموض والرعب على كل السفن اللي بتعدي من عليه، والمنطقة دي موجودة في البحر الأحمر. أبو النحاس هي منطقة شعاب مرجانية على شكل مثلث، عشان كده خدت اسمها مثلث برمودا البحر الأحمر. والشعب المرجانية اللي كانت في المنطقة دي عبارة عن شعب مرجانية مميتة وقاتلة لكل السفن اللي بتعدي من عليه. يقع أبو النحاس على حافة ممر ملاحي مزدحم يسمى مضيق جبال، وبيقع في تلك النقطة حيث يبدأ شمال غرب البحر الأحمر في الانحسار حيث يصبح خليج السويس. أبو النحاس على بعد حوالي 35 كيلومتر، وتحديدا غرب جزيرة شدوان المقابلة لمدينة الغردقة، وهي منطقة هادية منعدمة الدوامات المائية القاتلة، ولكنها بتتميز زي ما قلنا بالشعاب المرجانية القاتلة واللي بتمثل خطر كبير على كل السفن اللي بتعدي من عليها. والشعاب المرجانية هناك بتتميز بأنها عبارة عن أذرع واسعة مسطحة ما لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة. أبو النحاس كانت تعتبر منطقة غرقت فيها عديد من السفن، العلماء والباحثين ما قدروش يتوصلوا لعدد السفن الغرقانة كام بالظبط، بس هم قدروا يحصروا أبرز السفن وأبرز حالات الغرق اللي حصلت. أهم السفن اللي غرقت في منطقة أبو النحاس وأضخمها كانت بالترتيب كده: سفينة اف اس كارانتك، ودي غرقت عام 1896، وهي دي تايتانيك البحر الأحمر. السفينة التانية سفينة فيستلجور، دي غرقت عام 1941، يعني أيام الحرب العالمية التانية. أما السفينة التالتة كيمون إم، ودي سفينة يابانية غرقت عام 1978. السفينة بقى الرابعة كريزولا كي، دي سفينة يونانية غرقت عام 1981. والسفينة بقى الأشهر دي اسمها غيانف، دي غرقت عام 1983، ودي كانت سفينة شحن رايحة للسعودية، وهنتكلم على كل واحدة بالتفصيل. هنبدأ بقى بالسفينة الأولانية تايتانيك البحر الأحمر اف اس كارانت، وظروف غرقها كده وملابسات الغرق بتاعتها تشبه كتير قوي سفينة تايتانيك. كانت سفينة كارانتك دي سفينة ضخمة جدا جدا جدا، بتعمل بقوة البخار، وطبعا اتصنعت في انجلترا عام 1862. كانت السفينة ضخمة زي ما قلنا، طولها حوالي 89.4 متر، وعرضها 11.6 متر، والغاطس بتاعها 7.8 متر. تم تجهيز السفينة بأشرعة مربعة الشكل نموذجية لسفن المقص في الفترة دي، وكانت الحمولة بتاعتها ضخمة جدا جدا وتقيلة جدا جدا، كانت بتحمل القطن وآلات القطن والبريد الملكي وصفائح من النحاس والذهب و40,000 جنيه استرليني. السفينة وهي ماشية في أمان الله اصطدمت السفينة في الشعاب المرجانية لشعب أبو النحاس، وكانت شديدة الانحناء جدا جدا. جه القبطان جاري، كان اسمه القبطان جونز بالمناسبة، وأجرى معالجة لجسم السفينة، وقرر إن المضخات ممكن تعالج المية، وأمر القبطان جميع الطاقم إنه يكون على أهبة الاستعداد بس ما يسيبش السفينة وما يغادرهاش. والركاب لما لقوا السفينة عمالة بتجنح وعمالة بتتمرجح، قالوا للكابتن إحنا عايزين ننزل على جزيرة شدوان، لكن الكابتن رفض وقال لهم أنا هعالج الموقف، فاحنا نخفف الحمولة بتاعت السفينة. فأمر انه يرمي شوية من حمولة القطن، ما هو اكيد مش هيبدأ بالنحاس والذهب. وفضل فعلا الكابتن يرمي من حمولة القطن حبة بحبة. لما لقى الدنيا عمالة بتبوظ خالص، جهم الركاب تاني قالوا يا كابتن سيبنا ننزل في قوارب النجاة ونروح على جزيرة شدوان. جه كابتن رفض وقال لهم لازم لازم اعالج الموقف، محدش يغادر السفينة، كله هيبقى تمام.
بس السفينة استقرت على الشعب المرجانية وفضلت تتمرجح يمين وشمال مع الأمواج. وفي يوم 14 سبتمبر عام 1896 وصل منسوب المياه لغرفة المحرك، وبعدين وصل للغلايات، وده اللي خلاهم فقدوا السيطرة على السفينة كلها وفقدوا المضخات. وهنا القبطان أدرك بقى أخيرا إن السفينة بتغرق، وقال لهم لازم ننزل النساء والأطفال في قوارب النجاة ونبعتهم على جزيرة شدوان. وكانت السفينة في الوقت ده وهم بينزلوا النساء والأطفال بتتقسم لنصين، خدوا بالكم معايا، بتتكسر لنصين زي تايتانيك بالظبط. النص التاني غطس بقوة بسرعة جدا في قاع البحر، وده تسبب في موت 25 واحد من أفراد الطاقم. أما بقى النص الأولاني فده بقى اتقلب على جنبه في المية وخد معاه باقي الركاب والطاقم واللي كانوا بيكافحوا عشان يفضلوا أطول وقت على قيد الحياة في المية، لحد ما الجماعة اللي نجوا اتمكنوا ان هم يوصلوا لجزيرة شدوان واطلقوا اول اشارة نارية فوق الجزيرة. ونتيجة للحادثة دي فقد 31 شخص حياتهم. وبعد اسابيع من الغرق ارسلت انجلترا امهر الغواصين عشان يستعيدوا الذهب والنحاس والفلوس اللي غرقوا مع السفينة، وما تبقاش من السفينة في قلب المية الا الاضلاع الهيكلية والاطار الخارجي للسفينة، والحطام بتاع السفينة كله أصبح مرتع ومليء بالشعاب المرجانية الناعمة والأسماك الزجاجية، واللي خلاها بقى منطقة حلوة جدا للغوص، بس ما ينفعش ان انت تغوص فيها الا لما يكون الطقس جيد جدا عشان تبقى مغامرة لذيذة ولطيفة ما تكونش مرعبة ومفزعة. السفينة بقى الأشهر، السفينة فيستلوجورم، دي اللي غرقت عام 1941 بالتحديد في 6 أكتوبر عام 1941. والسفينة دي حواليها حالة غموض، احنا مش عارفين هي غرقت ولا اتغرقت عشان تفرق. السفينة دي كانت بتسمى السفينة المسلحة ودي الأشهر على الإطلاق، وكانت دي سفينة شحن تابعة للبحرية وتم بنائها عام 1940. أيوة هي قعدت تشتغل سنة واحدة في بريطانيا، وكانت بتحمل الأسلحة من مخلفات الحرب العالمية الأولى. والسفينة دي كل اللي عملته 3 رحلات بس ناجحة قبل رحلتها الأخيرة. كانت شحنة السفينة شحنة مش عادية، الشحنة كان عبارة عن شاحنات بيتفورد ويونيفرسال كارير، مركبات مدرعة ودراجات نارية نورتون وبنادق براين وصناديق ذخيرة ومعدات راديو وأحذية ويلينجتون وأجزاء من طائرات واتنين من القاطرات البخارية. بيقال إن القوات الحلفاء كانت بتحشد القوات في المنطقة دي، وإن الجيش الألماني كان بيبحث كده على سفينة اسمها الملكة ماد، ودي كانوا بيعتقدوا كده إنها بتحمل القوات. فتم إرسال طيارتين طراز هانكل اتش 111 من جزيرة كريت لتدمير الملكة ماد. واكتشفوا السفن الراسية في المين، وأدى كثرة الانفجار إلى اختفاء فيستلجورم، لحد ما اكتشفها جاك انكوستو، اكتشفها في قلب منطقة أبو النحاس واكتشف مكانها، وبيقولوا إنه غطس وطلع بدراجة نارية طراز PSA، وأصبحت وجهة غوص مشهورة جدا للغواصين. اما بقى سفينة كيمون ام، دي اللي غرقت عام 1978 في 12 ديسمبر عام 1978. ضربت السفينة وهي ماشية كده الركن الشمالي الشرقي لشعب ابو النحاس لما كانت بتبحر جنوبا باقصى سرعة، وفضلت متجمدة لكذا يوم، وده اللي سمح بانقاذ الجزء لشحنة السفينة مع بقاء السفينة على قمة الشعب المرجانية. وأثرت الرياح في النهاية حيث دفعت السفينة إلى جانبها الأيمن وحولتها كده لقمة من الخردة المعدنية، واللي استقرت على بعد حوالي من 20 ل 30 متر من المية في قاعدة شعب أبو النحاس المرجانية.
وبرضه حطام السفينة ده من أجمل حطام السفينة اللي موجود في منطقة أبو النحاس، واللي الغواصين بيحبوا يروحوا يتفرجوا عليه. ولسه هيكل السفينة زي ما هو، وقاعة القبطان، غرفة القبطان، والمحركات والغاطس، من الآخر كده حطام إن أنت تنزل تغطس حواليه وتتصور معاه. أما بقى السفينة كريزولا كي اللي غرقت عام 1981، دي غرقت في 13 أغسطس عام 1981، دي كانت متجهة بقوة برضو في الركن الشمال الشرقي لأبو النحاس، وتعرضت لأضرار جسيمة جدا، وكانت بتحمل شحنة بلط من إيطاليا علشان توديها لجدة. بس لحسن الحظ بقى إن ما كانش فيه خسائر في الأرواح، واستطاعت وحدات الإنقاذ من القاعدة البحرية المصرية من إنقاذ طاقم السفينة المؤلف من 21 فرد. والسفينة دي الحطام بتاعها ده بقى أجمل حطام سفينة موجودة في البحر الأحمر كله، وأحلى حاجة فيها ألوان الشعاب المرجانية وهي متداخلة مع هيكل السفينة الغرقانة. أما بقى سفينة الجانس دي، ودي برضو من السفن المشهورة اللي غرقت عام 1983، دي كانت سفينة شحن متجهة للسعودية برضو، بس محملة بقى بالأخشاب، وهي في طريقها كده عن طريق قناة السويس تخفيق جزء من الشحنة، والباقي هتقوم رايحة بيه للحديدة في يمن. كان الممر كده الجنوبي بالبحر الأدرياتيكي والبحر الأبيض المتوسط وقناة السويس هادي. في 19/4/1983 كانت السفينة بقى في طريقها للعبور في مضيق جبال اللي احنا قلنا عليه هو ممر ملاحي ضيق إلى حد ما، وقبل ما تصل للمياه المفتوحة بالبحر الأحمر، بمجرد انها كانت في مسارها في المياه المفتوحة، جه القبطان قام مسلم الدفة لأحد الضباط، واللي نام وصحي على صوت السفينة بتجنح وانحرفت عن مسارها بأقصى سرعة وغرقت في أبو النحاس. السفينة دي بقى فضلت متعلقة كده في الشعب المرجانية كذا أسبوع، وأثناء عاصفة جامدة جدا قامت السفينة مكسورة لنصين وغرقت في قاعدة الشعب المرجانية في أبو النحاس. السفينة بتقع على 3 أقسام منفصلين تقريبا وموازين للشعب المرجانية، وحطام السفينة كعادة بقية الأحطمة مليء بالعديد من أنواع الحياة المائية، من الأسماك الزجاجية والعقرب والنابليون العرضي وأسماك التماسيح وأسماك الري اللساع ذات البقع الزرقاء اللي بتخلي كده لون الحطام بتاع السفينة مزرق. والحطام ده بقى ممتع جدا للغواصين اللي هم بيغوصوا فيه. منطقة أبو النحاس بتعتبر منطقة جذب لمحب رياضة الغوص والاستكشاف، بس روايات بعض الأهالي بيقولك إن المنطقة دي مسكونة من الجن والعفاريت، وفي اللي بيقول إن فيها لعنة زي لعنة الفراعنة كده. بس التفسير العلمي لمعظم العلماء اللي عملوا دراسات تحليلية للمنطقة دي قال إن الشعب المرجانية في المنطقة دي حادة ومميتة وقاتلة، وموجودة بكثرة في ممرات السفن والشعاب المرجانية، وفي بعد قريب جدا من سطح المية اللي بتشكل خطر على السفن المارة في البحر الأحمر، وان المنطقة هادية جدا ما فيهاش اي تيارات مائية، وده اللي بيخلي على اي قبطان واي سفينة انها يبقى صعب عليها تشوف رؤية الشعاب المرجانية اللي بتمتد على مساحات اذرع تحت سطح المية وبتتميز بانها حادة جدا. ابو النحاس استمدوا اسمها ان الغواصين والصيادين بيقولوا عليها ابو النحاس لانها منطقة شؤم ونحس، عشان بيغرق فيها معظم السفن اللي بتعدي من عليه بدون سبب معلوم او واضح، سوى ان الشعاب المرجانية شعاب قاتلة. وفي ناس بيقولوا ان هم استمدوا اسمها علشان السفينة اللي كانت محملة بالنحاس وغرقت في المية، فبقى معدن النحاس مدي لون اصفر على سطح المية فسموها منطقة ابو النحاس. ابو النحاس، ابو النحاس، مثلث برمودا البحر الاحمر، منطقة غامضة ومرعبة ومثيرة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، أتمنى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. تحياتي.